أما الإيمان فهو أصل الأعمال، ولذلك قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا هو الأساس الذي يبنى عليه كل عمل، الإيمان، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذا العمل. فلا بد أولا من الإيمان، والإيمان هو عمل القلب جماعه الخضوع لله جل وعلا والانقياد له، هذا الإيمان، عمل قلبي يجتمع فيه الخضوع لله جل في علاه والانقياد له. فالإيمان هو الإقرار المستلزم للإذعان والقبول، هكذا يفسره أهل العلم، وهذا هو التعريف الاصطلاحي للإيمان، التعريف الشرعي للإيمان. من الناس من يفسر الإيمان بالتصديق، وهذا لا بأس به، لكنه تفسير لغوي ولا يطابق حقيقة الإيمان الشرعي، بل الإيمان الشرعي هو تصديق خاص، وهو الإقرار المستلزم للإذعان والقبول. فمن صام مؤمناً أي مقراً بوجوبه، الإيمان بالصيام هو أن تقر بوجوبه وأن الله فرض وأن الله تعالى جعله في منزلة هي التي جاءت بها النصوص. إذن الصوم إيماناً هو أن تقبل ذلك وأن تقر بفرضيته،